FM. الكلمة ليك. أنا شنو اللي قلقني يا نبيل؟ وأنه أحنا نلوموا على المسار وأنهم يلعبوا الفوق، معناه يغزروننا من الفوق لأنهم يسخلوا روحهم دعوي وما نحبوش الدروس من عندهم. أنا اللي قلقني وأنا مصف مرزوق اللي يعتفين في الدروس. صحيح. معناها وأنا ما نحبش. وأنا ما نحبش كتونسي نقعدوا ديما إحنا ناس متواضعين. أنا ما عنديش اليوم الحق حتى فهم تنق في كنمسي المصف المرجوط. أولا يقول لهم شأنهم داخلي ثانيا ويعتفين في دروس في حقوق الإنسان. ثلاثة أفرجوا عن الإخوان، أفرجوا عن ثلاثة اللي لاحظت وأنا في الشهرين ثلاثة أربعة الأخرانين وأنه مصف المرجوقي يحلم ربما يرقد ويقوم ويقمم فيها، يحب يلعب دور مصف من نيلسون مانديلا. مانديلا اللي دول متاعه رديته مصف مانديلا لما نعرف تلموت مصف مانديلا كان يعمل برونزاج ولا كيف. هو نقص بركة الحبس بعدين كيولي مصف مانديلا. شو المشكلة؟ لا ولا يخرج رئيس من خوات توابينه هو في الحبس ما في خسارة متاع في الخسارة متاع كارتاج نسيت. لا دوم قلت لك حبي يلعب الرول متاع نيلسون مانديلا هو معناه كل متاع كل كذا مش تلعب الرول متاع مصف مانديلا لازم تكون بكري شوي. الكلمة ليك.